السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو قدمته، بحبكم في الله وبشكركم جدا جدا. بشكر الناس اللي مشتركة معايا من زمان، وبشكر الناس اللي بتشتري الجديد، وبجد بدعي لكم في كل وقت وكل اذان وكل صلاة. ربنا يحميكم ويحفظكم ويخليكم يا رب، يا رب يصلح حالكم وحال ولادكم، يا رب يحفظكم ويحفظ ولادكم ويرزقكم الخير والهنا والسعد والفرح يا رب، يا رب يحقق لولادكم كده كل ما بتتمنوه واكتر كمان، يا رب يرزق كل محتاج الذرية الصالحة بالولاد والبنات، ويا رب يشفي كل مريض، يا رب يا رب يشفي كل مريض، يا رب يا رب يا رب يرزق كل اللي محتاجة ولد، يا رب يا رب يا رب يرزق البنات كده بالزوج الصالح اللي يسعد قلبهم ويفرحهم، يا رب يا رب يا مدام هالة يرزق كده بنتك بالزوج الصالح ويصلح حالها ويصلح حالك، يا رب يا رب يا رب يا أم أمل، ربنا يرزق بنتك بالزوج الصالح ويسعد قلبها ويصلح حالك وحالها، يا رب يا رب ينصر فلسطين وينصر السودان وينصر كل بلاد المسلمين، قادر يا كريم يا رب ينجح ولادنا كده في الثانوية العامة. يا رب تعمل ايه يا أم داليا النهاردة؟ النهاردة كنت جايبة شوية طلبات، احنا في آخر الشهر بقى، وجايبة شوية طلبات على الجد كده، تي لا لحمة بقى ولا سمك ولا فراخ ولا أي حاجة، يعني هو باقي كام يوم كلها والشهر يخلص، فقلنا الحمد لله نمشيها كده تي، والفلوس اللي معانا نجيب خضر بس تكفي العيال وتكفي البيت، ونحمد ربنا ونقول الحمد لله الحمد لله رضا. طبعا انتم متعودين زي ما بقول لكم، انا بروح اخر النهار وبجيب الحاجة رخيصة. كمان انا عايزة اقول لكم حاجة، احنا يعني في الفلاحين او في الصعيد او في الريف، وسط الزراعة يعني وسط الزرع وسط الناس اللي بتزرع وكده، فبتلاقوا ناس بدل ما بتروح تبيع الكمية للتجار وكده، يعني بيروحوا هم يبيعوا ايه الخضار بديهم، كل واحدة كده بتروح او راجل او ست بياخدوا الخضار يبيعوا بديهم، فبصوا بيفضل يبيعوا بتمن الناس اللي بتبيع لغاية ما يلاقوا الدنيا اخرت وكده، بيروحوا مرخصين الحاجة يعني اخر النهار وكده، اللي قاعدة بزرع وكده بتروح مرخص ايه اي خضار معاها عشان خاطر تمشي لولادها وغيتها وبيتها، هما الفلاحين كده. فانت بقى لما بتروح اخر النهار بتجيب الخضار بنص التمن كده، عشان ايه؟ عشان الكلام اللي انا بقول عليه ده، يعني اللي جايبه شويه خضره من الغيط، واللي جايبه شويه كوسه من الغيط، واللي جايبه شويه بدنجال، في ناس بقى بتعمل نفسها في الحاجه ده، تقول لك انا ما ببيعش للتجار، لان التجار بصراحه بياخدوا منهم الحاجه بربع التمن، مش بنص التمن كمان، بربع التمن، فبقول لا انا هاخد كل يوم شويه كده راح ابيعهم لغايه ما يخلص، فبتفضل قاعده بيهم تبيع بالتمن اللي الناس بتبيع بيه لحد اخر النهار، تروح مرخصة بقى يبقى الحمد لله، يعني ايه رزقت فيه والحمد لله، فبتروح مرخصة بقى. فوالله العظيم انا جايبة الكوسة دي بخمسة جنيه، وجايبة البصل ده بعشرة جنيه، جايبة البدنجان اللي انتوا شايفينه ده تلاتة بعشرة، البطاطا بردك تلاتة بعشرة، شايفين انا بوريكم الحاجة هما بيعبوها اصلا، هما كده كده عايزين يمشوا وبيعبوا الحاجة بسرعة كده عشان خاطر يمشوا بيعبوها في قلب بعضيها، انت بتستفادي وهما بيستفادوا، يعني انت بتاخدها في قلب بعضيها مش وحشه، يعني شايفين البدنجاه هو اي نعم ممرمط شويه عشان طول النهار معاها، بس حلو يعني تلاتة بعشرة، البدنجال بيبيعوه التجار بعشرة جنيه. انا بقى دايما لما اجيب الحاجه بجيبها من الفلاحين، يعني انا ايه شويه كده ما برضاش اجيب من اي حد وخلاص، يعني بشوف الناس اللي قاعده على الارض، الناس اللي بتبيع الحاجه رخيصه، الناس الفلاحه، انا عارفه ان دول هيبيعوه رخيص، انما انت هتروح الصبح برضه هيبيعوه زيه زيه زي التجار عشان هما جايين بدري، فهم بقى لما بيأخروا بيبيعوا كده. الخيار بقى كل الشنطة دي والله بعشرة جنيه، الراجل عبوهم لي خمسة كيلو بعشرة جنيه. انا بحب اجيب الخيار المكسر ده هو تياه اعمل منه مخلل، يعني احنا بنحب الخيار المخلل شوية، وكمان ارخص من المخلل، انت بتروح تجيب شوية مخلل قد كده بعشرة جنيه. انا بص المرة دي جبت خمسة كيلو خيار بعشرة جنيه عشان في غليط كتير، يعني لما تبقى في صغير كتير بيبيعوا أربعة بعشرة، المرة دي في غليط كتير زي ما انتوا شايفينه كده باعوا خمسة بعشرة. البطاطس بخمستاشر، أنا مش عارفة ليه ما رخصتش أصلا عنده، البطاطس الصبح بخمستاشر، الدور بخمستاشر، المغرب بخمستاشر، هي طول النهار ايه ماسكة على خمستاشر، مش عارفة ليه ما رخصتش عنده، بس الرفيع هو دي بقى بيعبيها، في رفيعة خالص كده ب عشرة جنيه، لا هي البطاطس دي عشان في بطاطس طلعت كمان يعني هي مش جديدة بس طويلة كده تي، عشان كده هما رخصوا البطاطس بيبيعوها بخمستاشر جنيه، فالبطاطس أنا جايبها بخمستاشر جنيه. العنب دي برضك من الغليظ أهو،
جايباه ب15 جنيه الكيلو. الموز اللي ما لقيتش منه رخيص، المرة اللي فاتت برضه كنت جايباه ب15، الموز المرة ديت بصراحة ب22 يعني غالي، ما لقيتش بتاع موز كان بتبقى فيه موز طيب كده ورخيص، ما لقيتش منه والله الصراحة المرة دي. الطماطم ب10 جنيه، بس بصوا كان عليها موت يعني، واحد كان بيجاي بيقفصة كتيرة كده، انا كنت عايزة اصورها بس لقي الناس عمالة تزعق ما رضيتش اصور والله، كنت عايزة اصور الطماطم بصوا عليها زحمة، احنا قعدنا يجي نص ساعة عشان نجيب كيس طماطم، كان بيدي ايه كل واحد 2 كيلو بس، كانت مالك معايا وكنت عايزة والله اصور لكم ما عرفتش. كان بيبيعوا الكيلو ب10 جنيه، كان عليها بصراحة زحمة، بس ما كانش بيدي الا كل واحد 2 كيلو، انا جبت من بره مستوية يعني برضك ب10، لكن التانية جبتها ناشفة وحلوة ب10. البصل دي الواحدة بجنيه بس اخر النهار، شايفينه مرمط كده يعني مش طازة كده وحلو يعني، قعدت بيه اخر النهار لغاية دي بقى بتوع الغيط اللي بقول لكم عليه بتبقى معاه حمرة كده وطول النهار ايه بتبيء. جايبه الواحده بجنيه، المره فاتت برضه قلت لكم انا جايبه الواحده بجنيه ما حدش صدق ليه، عشان زي ما قلت لكم اخر النهار وانا ما بجيبش الا من الفلاحين، وجبت برضك الخضره برضك منها الواحده بجنيه. جايبه برضك بخمسه بصل وبخمسه خضره، قلت بقى نعمل بها سلطه وكده، وشوية الخيار دول نخللهم ولا حاجه اهم يعني، والله عشان جايبه الحاجه رخيصه زي ما قلت لكم، انا ما بجيبش الا من الفلاحين، وزي ما حكيت لكم الفلاحين كده دي، انما انت هتروح تجيبي من السوق من اي حد طبعا هيبيع غالي، مش كل الناس اللي بتبيع رخيص، وبرضك في ناس من التجار دول بيبيعوا الحاجه رخيصه جدا برضك اخر النار يعني، مش الفلاحين بس، هما برضك بتبقى عايزين يمشوا وبتبقى العربيه جايه وكده برضك ايه بيرخص عشان خاطر يمشوا يعني، حتى التجار برضك التجار الفلاحين اللي بيشيل على راسهم بتوع الجبنة والحاجات دول بتبقى جايبين حاجات، اللي بيبيعوا الجبنة القريش وبيبيعوا ده وده، هو ده اللي بيأخر بقى، بصوا بيأخروا والعربية تيجي بيصدق بقى لما يبيعوا عشان ما يدفعش على أجرة تاني، برضك بيروحوا بيعين الحاجة برخص التراب ويروحوا ماشي. بص هو الموز اللي هو جبته حلو في الحاجات دي، عشان أنا خاطر ملقتش الموز اللي أنا بجيبه، الموز كيلو ب22.5، كنت جايبة كيلو ونص. العنب بص هو كل حاجه فشل زي ما قلت لكم، الموز كل حاجه على قد الايد وكل حاجه رخيصه، والكوسه اول مره ترخص الكوسه، انا كل مره عشان كده ما جبتهاش، بقالي فتره بقالي شهور كانت دايما ب10 ب10 او ب15 اللي هي كانت مش حلوه كمان، المره دي عشان لقيتها ب5، انا الحاجه اللي بلقاها ب5 رخيصه بروح جايبها، المره دي لقيتها رخيصه رحت جايبها. برضك البرتقال كنت جايباه على 5 جنيه. اي البطاطس اللي انا بوريها لكم اهي، البطاطس كلها ب15 جنيه يعني، مش انا جايبها، هي البطاطس اصلا كلها بالصبح والظهر المغرب، انا سالت عليها قالوا البطاطس اصلا بقالها اسبوعين كده رخيص، خلي بالكم يعني في حاجات رخصت، والكوسه اصلا ادام بيبيعوها ب5 كده يبقى الصبح كانت ب10 يبقى رخصت برضو. هي في حاجات تلاقوني ما بجيبهاش كده غاليه زي الجزر وزي الكوسه، الحاجات الغاليه انا ما برضاش اجيبها، الحاجات اللي بترخص انا بجيبها. هنا ملك بتوريكم شكل الحاجات اهي عشان خاطر ايه الناس يعني الحاجه يعني هي على الجد، الحمد لله نحمد ربنا نحمد ربنا، الحمد لله ان فلوسنا بتقضينا، والحمد لله ما نبصش لحد وبنقول الحمد لله ربنا بيزيدنا والحمد لله. بصوا كمان الكوبايات اتكسرت مره واحده، فرحت جايبه ايه 3 كوبايات، قلت ال3 كوبايات دول ب35. بصوا والله الحاجه زي ما بقول لكم كده، الحاجه على قد الايد، وانت لو عايزه تجيبي حاجاتك على قد ايدك والفلوس اللي معاك على قدك هتجيبي الحاجات وتفيض كمان معاك فلوس يعني. جرب الطريقه اللي انا بمشي بها كده، وجرب السوق اللي فيه الفلاحين اللي بيجوا من الغيط، الناس اللي قاعده على الارض، او في ناس كمان بتيجي بترسيكلات كده برضك بترخص الحاجه يعني، بتبص تلاقي تريسيكل جاي كده وجايب عليه حاجات برضك، بتبص تلاقيه، جرب الطريقه اللي ام داليا بتجيب بيها هتجيب الحاجات ارخص من كده كمان، وجرب تروح اخر النهار وامشي بالطريقه اللي انا ماشيها دي، والله هتوفر وفلوسك هتكفي وتفيد، وحتى لو انت معاك فلوس المنايا يمشي على قدك برضو. بصوا اول البصل بيعبيه، الحاجات كلها اللي على قد الايد دي بيعبيها، يعني انت مش بتنجيها، لا هو بيعبيها لك في قلب بعضيها، الرفيعه في قلب الكبيره في الغليظه في المقشره في كل، انما انت لو عايزه تنجي بقى كل واحد الحمد لله بيمشي على جد، انت لو الحمد لله يعني متيسر معاك وكده نجي الحاجه الحلوه ما تجيبيش الحاجه الوحشه، نجي الحاجه الحلوه،
احنا كل واحد بيمشي على جد، وانا زي ما بقول لكم كده انا بمشي على جدي وبوري للناس ازاي تمشي ايه على جده. كيس الربص ده بقى هيكفيني الاسبوع ان شاء الله اللي فاضل دوت لحد ايه اول الشهر. جبت 2 كيلو صابون بس ما رضيتش اجيب انا كل مره بجيب 3 صابون ب10، المره دي جبت 2 مع كيس الربص، يعني ايه جبت بدل كيس الصابون التاني جبت سلك، يعني بدل ما جبت 3 صابون جبت 2 وجبت سلك، مشيت حالي يعني الحمد لله. عندك صابون امشي على جدك هاتي بداله سلك، عندك سلك هاتي بداله صابون. الواحد بيعمل كده، الواحد بيمشي حاله بيجيب الحاجات اللي محتاجها بس، والحاجات اللي انا عارفاها هتكفيني لحد اخر الاسبوع لغايه ما اقبض وكده الحمد لله بمشي حالي، ونحمد ربنا وقولي الحمد لله يا رب، وان شاء الله ربنا يقف معانا.